يا بليش يا موليش. والله اللي بدها تفتن علي لأما شو عم يصير عندي بالبيت؟ ما لا قاعدة عندي بنوب نوب. تقومي بتقلعي من البيت؟ ايه بلعها وبلع أما وبقلعك لك كمان. بتقلعيني لي يا مو؟ ايه بقلعك وستين بقلعك طالما ناخخ راسك لمرتك. الله يسامحك يا مو، الله يسامحك. ما بدك تاكل ابن عمي؟ لا ما بدي اتزهرة، بدي روح شوف شلون أرضي لطفية وأمها ورجعها على البيت. لا تعذب حالك، ما رح تجي معك ولا عندي لهم ما لفوت بنوب. شلون يا مو؟ مثل ما سمعت عصام، وهذا آخر كلام. بس يا مو هذا الحكي ما بيصير. والله اللي بيطلع من البيت غصب عني ما بيرجع غصب عني. يعني هلأ لطفية بدها تضل عند أمها؟ روح دبر راسك، استأجر لها بيت لحبيبة قلبك لطفية. هلأ هذا حكي بالحكي يا مو؟ والله أنا اللي عندي قلته. الله يسامحك يا مو، الله يسامحك. ابن عمي لا تروح إن شاء الله. لك إن شاء الله بيموت ابن عمك على هالإشي. أنا منين بدي لحقها؟ من هون ولا من هون؟ حلو عني يا حلو. ما بخليها ترجع على هالبيت لو بدك تدق راسك بالحيطان يا عصام. ومثل اخي ابو شهاب شكلين ما بحكي.